انا دائما حتى لما اجي الكويت ذكر لما جيت الكويت رحت على طول رحت انا و لا انا يمكن البنات كان عمرهم يعني من 20 سنه مش 30 20 سنه عشان لما كانوا مدينه تمار صغار هذا كبش البربري وهي هون معنا هي ابتسام هون اللي صار لها 20 ولا 30 سنه ما راحتش على حديقه الحيوانات وهي ماما وهي احنا طبعا